إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. اليوم مع شرح جديد مع موقع لربح عملة الروبل. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا هو الموقع. الموقع لديه خاصية تصفح المواقع ويدفع جيدا ويدفع بسخاء، وأيضا لديه خاصية الإحالات لكل من يتسجل عبر رابطك فتأخذ 0.1 روبل، وأيضا لكل من يتصفح المواقع ويضغط على البونيس اليومي و 12 ساعة تأخذ 0.01 روبل. طريقة التسجيل سهلة جدا، نضغط هنا على انسكريبسيون هكذا، هنا نضع الإيميل، هنا نضع هذا الرقم، ثم نضغط على Envoy Alien أو بعث الرابط. سأتسجل وأعود، سأضغط على Connection، أنا متسجل من قبل. هنا نضع الإيميل، هنا كلمة السر، ثم نضع هذا الرقم هنا، ثم نضغط هنا. هذا هو حسابي. أنا الآن لدي 0.10 روبل، هنا للاستثمار في الموقع، هنا للسحب، هنا البونيس، هنا تصفح المواقع، هنا بونيس 12 ساعة، هنا بونيس 24 ساعة، وهنا قمار. إخوتي لو تعملوا في تصفح المواقع ستحصلون على 1 روبل أو 2 روبل بكل سهولة في اليوم. هذه هي المواقع. لو نضغط على واحد هكذا، ننتظر العدد هنا، ننتظر هنا 5 نجوم هكذا. لقد تم احتساب هذا الإعلان. بالنسبة البونيس مسوية 12 ساعة، ثم البونيس 24 ساعة. نضغط على إعادة ليظهر نأخذ البونيس. يجب أن نضغط 3 مرات. لا هكذا، وهذا الموقع أيضا مختص في اكتشاف المواقع النصابة الروسية. بالنسبة للإحالة تذهب إلى البروفايل، ثم تضغط على ماتيريو بروموسيونال، عفوا هذه البانرات،
وضعت هنا، هذا هو رابط الإحالة. لكل من يودع في الموقع تأخذ 5%، لكل من يتصفح أحد المواقع تأخذ 0.01 روبل، لكل من يأخذ بونيس تأخذ 0.01 روبل، 12 ساعة أو 24 ساعة. قبل السحب يجب أن تقوم بوضع محفظتك هنا هكذا. هنا تضع عنوان محفظة الفايل. أتمنى أن يكون الشرح واضح. سأترك لكم رابط هذا الموقع تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.